بص، هو الاهرامات حلوه مفيش كلام، حاجه من عجائب الدنيا السبعه، في حاجات كتير قوي حلوه في مصر، وبالنسبه لي اهمها الاكل. فما بالك بقى ان انت تبقى في الاهرامات وتفطر فطار مصري اصيل، فطير مشلتت ومش وفول وطعميه وبيض، وموضوع كبير قوي. فعشان كده قررت النهارده اروح الاهرامات، ولكن المره دي استمتع بالاهرامات وادلع كرش شويه، مش هيحصل حاجه. فلو انت كمان بتحب تدلع كرشك فالفيديو ده معمول علشان ما تروحش الاهرامات قبل ما تتفرج على الفيديو ده. متنساش تدوس لايك وتشترك في القناه، ويلا بينا. واخيرا وصلنا ناين بيراميدز لاونج. دي باركينج خاص، والمدخل بتاعه حلو قوي، وفي قاعده بره وقاعده جوه، ولكن القاعده كانت جوه في اليوم ده لان درجه الحراره كانت عاليه. بس تخيل كده ان انت تقعد تفطر والبيوت قدامك، ايه العظمه دي يا جماعه، ايه العظمه دي. سليم، هو اللي هيورينا الفطار ايه النهارده. لا فعيش بلدي. فطير طعمية. رأسي ايه، انا اسمي وائل المهدي، رئيس مدير المطعم ريستورانت مانجرز ناين بيراميدز لاونج. بنفتح من الساعة 9 الصبح، الدور اوبن الساعة 9 الصبح. بنشتغل تو سلوتس، أول سلوت فطار بيكون من 9 لحد الساعة 12، الساعة 11 ونص المفروض إن إحنا بنخلص فطار وبنعمل تشيك أوت وبنبتدي نستقبل السلوت اللي بعد كده اللي هو بيبدأ من الساعة 12 12 وربع تقريباً، بنبتدي فطار. بالنسبة للفطار حقيقي إحنا عاملين زي نظام سيت منيو كده، إنه بيكون بير بيرسون، كل فرد بيجي يفطر المفروض عندنا يا إما أورينتال بريكفاست يا إما ويسترن. الاورينتال بقى اللي هو بتاعنا احنا المصري اللي احنا متعودين عليه، فول وحاجه طعميه هوم ميد بنعملها فلافل، وفي فطير مشلتت احنا اللي بنخبزه هنا، حاجه محترمه جدا بالسمنه البلدي، حاجه يعني فيري ساتيسفاكتير كده. وفي بقى مش وعسل ابيض وعسل اسود عشان نكمل المنظومه بتاعت الفطير المشلتت. وجوه الفطار نفسه كمان هو بينكلود وان درينك، يا اما يكون شاي مثلا او نسكافيه او فريش جوس. ده بالنسبة للأورينتال بريكفاست اللي هو نمرة واحد، اللي أنا بعتبره اللي هو يعني وان أوف ذا بيست، لأنه حاجات معظمها هوم ميد. البريكفاست التاني احنا عاملينه يعني برضه عشان في ناس مش بتفضل الأكل الدسم، يمكن زي الفطير اللي بيكون فيه كرواسان وبيكون فيه بيتيجان وميكس فيس وفي ميكس فروتس موجودة، وفي برضه اومليت او نوع البيت اللي انت بتفضله، وبيكون معاهم سوسيجز وبوتيتو ويدج، وبرده بيكونوا انكلودنج وان درينك اذا بقى هوت او كولد زي السوق اللي احنا قلناه قبل. هو سعر الفطار للفرد كام؟ الفطار اول انكلوسيف بيبقى 225 225 جنيه سعر الفرد اول انكلوسيف، كامل الخدمه تقريبا 225 جنيه. والمصري زي الاجنبي؟ ها المصري زي الاجنبي طبعا، واحد كله سعر واحد. الغداء احنا بنتكلم بعد كده، الغداء مين بيكون مشويات، عندنا بعض الاطباق بنطعم بيها برضه زي شويه طواجن كده، عندنا دي طاجن سبود باللحمه البتلو، دي طاجن خضار باللحمه البتلو، عاملين طواجن حمص بالهريسه للناس الفيجيتيريان برضه هيلاقوا عندنا نصيب، في مسقعه، في حاجات كتير جدا حلوه. المين المشويات اللي هي مين حاجات المين طبعا الميكس اللي بيكون فيه كباب وكفته وشيش طاووق، بيجي معاه تو سايدز رز وخضار سوتيه، بيكون في بقى شيش طاووق لوحده، كباب لوحده، كفته لوحدها، في عندنا سمان مشوي. طب وسعر الفرد لل الغدا احنا بنتكلم في افريج سبند تقريبا بنتكلم من 350 وانت طالع على البيت. احنا المفروض مفترض ان احنا الساعه 5 بتكون الناس كلها بتكون اخلاق، لان احنا لسه لغايه النهارده وفولوينج المنطقه الاثريه او المواعيد بتاعت المنطقه الاثريه، فكل الهرم بيفضى تماما، بيبتدوا يفضوا فيه من الساعه 4 ونص كده لحد الساعه 5 5 ونص، المفروض ان مفيش حد جوه منطقه الاهرامات كلها. تمام، شكرا جزيلا، اتمنى نشوفك مره ثانيه، لكل الناس اللي يجوا من عندك بيوفروا. يا رب يبارك فيك، شكرا جزيلا. هخلص اكل ونرجع نتفرج على المطعم بتاعك. صراحه الفطار طلع احلى مما كنت اتوقع بكتير.
فطار مصري جامد وفي نفس الوقت جوده الاكل حلوه، شويه فول حلوين قوي والطعميه معموله حلو، سخنه كمان كان حلو، كتير بالعسل حلو. واو الفطير كان حلو، الفطير كمان كان حلو. سليم بعد ما كلت الفطير بنص ساعه قال انا جعان، لما شاف حد نزل فطلب غدا، فجابوا لنا طبق خطير كده، عاملين الرز على شكل هرم وعاملين الشيش كباب حلو قوي الصراحه، انا دقته من عندي خطير. المشكلة الوحيدة في المكان أو في الأهرامات عموما لما الجو بيبقى حر الموضوع بيبقى صعب، النهارده درجة حرارة 40 تقريبا فالموضوع صعب شوية، لكن تعالوا نتفرج الفيو من بره شكله عامل ازاي وايه السبوتات اللي ينفع تعمل منها صور جامدة قوي هنا. يلا بينا. بعد ما بخلص أكل فممكن بقى مفيش مانع إن أنت تركب جمل تركب حصان أو تكتفي بالقعدة في التراث بره اللي معمول حلو قوي قوي قوي، ولكن هو مش مكيف زي المطعم من جوه، كمان عاملين سبوت ينفع تتصور منه والأهرامات التلاتة في ظهرك والناس كلها بتقف تتصور هناك، وعاملين ممشى كده في آخره زي ما أنت شايف كده، وعاملين قعدة عربي حلوة قوي وده بيكون الفيو وأنت قاعد في القعدة العربي. بص بقى المطعم حلو، الأكل حلو جدا، الفيو حلو جدا جدا، تعمل صور حلوة، بس أنا عندي كام ملحوظ. أولهم إن الشمس صعبة قوي. تاني حاجة إن أنت علشان تخش للمطعم لازم تقطع تيكت بتاعة الأهرامات وبتاعة العربية تدخل، فدي حاجة برضو بالنسبة لي حاسس إن أنا طب أنا مش داخل الأهرامات، اللي يخليني أعمل تيكت؟ سعر التيكت للفرد المصري 60 جنيه، العربية 10 جنيه. ما تمشيش على الجي بي إس لما توصل للمطعم ده، أول ما تدخل بوابة الأهرامات خليك على اليمين وخد يمين في يمين في يمين لحد ما توصل هنا، مشيت على الجي بي اس هيوديك حته ثانيه خالص. في حاجه ميزه مش عارف ليه مش موجوده، المكان ده بيتقال ان هو وقت الغروب هيبقى حلو قوي قوي قوي، لكن هو بيقول لك احنا بنقفل الساعه 5، 5 دي بيبقى في عز الحر، درجه الحراره دلوقتي 40، الجو صعب. على قد ما انت بتتبسط بس ما بتعرفش تستمتع بالفيو على قد ما تقدر لان الجو شمس حارقه. غير كده كل حاجه حلوه. بس كده اشوفكم ثاني قريب في فيديو جديد. سلام.